اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي وضيفكم النهارده واحد من المديرين الفنيين المميزين داخل قطاع الناشئين وليه بصمات كبيره، كابتن ياسر محمدين المدير الفني لفريق 2009. تحياتي ليك يا كابتن ياسر. اهلا كابتن سامي، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ والله الحمد لله كله تمام وكله بخير الحمد لله. طمنا على 2009، البطوله انطلقت بطوله الجمهوريه، لعبت حوالي 3 ماتشات، الاستعدادات الدنيا اخبارها ايه؟ والله الحمد لله، يعني احنا طبعا بدانا المسابقه من 3 اسابيع، وقبليها كان فتره اعداد تقريبا ما يقرب من حوالي شهرين يعني وكده. الدنيا الحمد لله ماشيه كويس، الامور ماشيه بخطى كويسه. بدانا طبعا المسابقه، كان في ماتش ما توفقناش فيه، بس كان زي ما انت كده بتقول، يعني احنا كويس ان احنا بناخد الحاجات دي في الاول، لسه البدايات، لسه البدايات، وبناخد الحاجات دي في الاول، بنعرف الغلطات بتاعتنا بنشتغل عليها، في ايجابيات بناكد عليها. فالحمد لله بعد كده اول ماتش ده لعبنا ماتشين ربنا اكرمنا فيهم الحمد لله باداء كويس بنتيجه كويسه، وزي ما حضرتك قلت لسه الدوري لسه بادئ، لسه في ماتشات كتيره، وان شاء الله الفتره اللي جايه تكون افضل واحسن يعني ان شاء الله باذن الله. 2009 السنه اللي فاتت كانت بطوله منطقه، السنة دي أول مرة يلعبوا بطولة جمهورية. تمام. شايف شكل البطولة إزاي والمنافسة والمسابقة؟ والله يا كابتن أسامة، الماتشات طبعًا بطولة الجمهورية إحنا نعتبر سنة أولى بطولة جمهورية. منطقة القاهرة برضو بتبقى المسابقات أو المسابقة نفسها بتبقى أقل شوية طبعًا من بطولة الجمهورية. ممكن تلاقي فرقة أو فرقتين بينافسوا. طبيعي على طول هتلاقي طبعًا إم بي، المقاولين، الكلام ده كله. دلوقتي الجمهورية يعني في فرق كتيرة كويسة قوي. احنا لازم نشتغل على نفسنا كويس جدا. دايما انا بقول للولاد لازم تبقى الامور في ايدينا احنا. انت اللي بتقدر تخلي الدنيا سهله وتخلي الدنيا صعبه بالاداء بتاعنا، بالاستعدادات بتاعتنا، بثقتنا في نفسنا. واحنا لعيبه النادي الاهلي الحمد لله ثقتنا دايما موجوده، لكن طبعا هي المسابقه مش سهله يعني، واحنا بناخد الحمد لله طبعا انديه الدوري الممتاز. بالظبط بالظبط، فاحنا بناخد كل خطوه بخطوه، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي يعني ان شاء الله باذن الله. الاختبارات كانت في بدايه الموسم او قبل انطلاق المسابقه كانت مهمه جدا الاختبارات. طبعا السنه دي طلعتوا في 2009 بلعيبه من الاختبارات ولا ما ظهرش لعيبه في 2009؟ لا والله الحمد لله طلبنا باتنين لعيبه، يعني ان شاء الله يكونوا اضافه كويسه لينا الفتره اللي جايه. اشتركوا في الماتش اللي فات، كان اول مشاركه ليهم، يعني كان ادائهم كويس الحمد لله. ويكونوا اضافه لينا كويسه باذن الله مع المجموعه اللي موجوده ان شاء الله. بنعمل حاجه كويسه، وانت عارف طبعا يا كابتن اسامه السن ده سن تطوير طبعا، سن عنده اولمبياد، عنده كاس عالم، يعني السن ده لسه مكمل معانا الفتره اللي جايه لفترات طويله، فمهم جدا التطوير فيه والاداء يكون افضل. وزي ما قال كابتن بدر، يعني انا بالمناسبه بهنيه بعيد ميلاده، كل سنه وانت طيب ويا رب يكمل شفاه يا رب على خير. الاداء الكويس يا كابتن بيجيب النتيجه الكويسه وبيجيب كل حاجه، فاحنا ان شاء الله عندنا امل يعني باذن الله المجموعه دي تبقى حاجه كويسه ان شاء الله للنادي في المستقبل باذن الله.